النهارده احنا بنناقش المسوده النهائيه للائحه التنفيذيه لقانون الخدمه المدنيه بمناسبه موافقه مجلس الوزراء على الموافقه المبدئيه لمجلس الوزراء على مشروع اللائحه. كان اسير برضو يعني كانت معالي الوزيره الدكتوره هاله السعيد كانت ارتأت ان احنا برضو ناخد راي الوزارات في اخر مره في اللائحه التنفيذيه عشان نضمن التنفيذ الصحيح والسليم للائحة، على اعتبار ان هم كانوا شركاء معانا من اول يوم في الاعداد، وان شاء الله باذن الله يكونوا امناء معانا في التنفيذ. فكانت ارتأت سيادتها واحنا كنا مؤيدين لذلك ان يكون هناك ورشة نهائية نقدر من خلالها ان الكل يقدر من خلال الكل يطمن على ان اللائحة طالعة بشكل واعي بشكل مستنير بشكل جيد، بحيث ان احنا نتلافى عيوب الماضي. في الايام القليله القادمه هنناقش اللائحه مع مجلس الدوله، وبنامل ان شاء الله باذن الله يكون التنفيذ بشكل ايجابي ومستنير زي ما صدر القانون بهذا الشكل.